كانت زوجة تاعي كانت النظر تاعها عندها عين 10 على 10 والعين الثانية فيها شوية تاع ما يعني النظر تاعها 8 على 10 حنا حاولنا باش ترتاح ندفع في دراهمنا نحن باش ترتاح على الاخر تفاجأنا بعد العملية بساعات خليلة فقدت البشرة خلاص وبعدها اتصلت اتصلت انا شخصيا بمسؤولين في المصحة اه طرحت عليهم القضية قلت لهم ايه كيفاش المشكل هذا كان الزوجة فقدت عيناها خلاص ما عادش تشوف أه وقع تلاعب في الحديث تاعهم وتعرف كيفاش يصرفوا فيا واحد ومن بعد وقعت مساومه خلاص وقعت مساومه معايا مع احد الاشخاص سمي كذا وانا نتصل بالمسؤول ما المصحه بعد طلبت حتى رقم الهاتف تاعو ونحن نعرفوه انسان حبيبنا باش نتصلوا به هما حبوا يتكتموا على القضيه وحبوا لها باش واحد ما يسمعش الراي العام يسمع حتى واحد ولهذا نحن دفعنا درهمنا نحن كاشخاص باش باش نعالجوا المرضى مش باش نعلموهم قلت لك الوالد كي حكموا الحريق في عينيه ديناه المصحة ديناه المصحة اللي شق فيها بعثوا لنا احنا المصحة في عنابة مصحة تاع دولة ثم قالوا لنا بلي عنده ميكروب راهو حكموا ميكروب هو وتسعة من الناس إن احنا نطلبوا من السلطات نتدخل في الأمر هذا كيفاه يشق في مصحة خاصة ومن بعد يبعثوه من المصحة الخاصة يبعثوه للمصحة تاع دولة يشقوا هنا في المصحة في المصحة تاع تاع الخاصة يشق بدراهم ومن بعد يبعثك المصحة تاع دولة نحن نطلبوا من السلطات انها تتدخل في الامر هذا ومراهوش واحد ولا زوج ولا تسعة من الناس اذا على اثر تلقينا معلومات بوجود تعقيدات على مرضى اجروا عمليات جراحيه على مستوى المصحه الخاصه ابن سينا ببلديه سقاهراس عمليات جراحيه على مستوى العين لنزع الماء الازرق إلى كاتاراكت بشرنا مباشره تحقيق ميداني اولي بتاريخ 20 على مستوى المصحة إن ثبت أنه هنا تمت هناك عمليات جراحية لمرضى على مستوى هذه المصحة وتم توجيههم من قبل الطبيب المعالج توجهوا الى المصحه الى العياده المتخصصه في امراض والطب وجراحه العيون بعنابه تابع المستشفى الجامعي بعنابه وعلى اثر التحقيق الاولي بتاريخ عشرين تم ارساله الى السلطات المحليه اين اتخذ قرار غلق عنبر الجراحه الى غايه انتهاء التحقيق مع الزام المعني باتخاذ الاجراءات اللازمه ومواصله التحقيق بتاريخ 21 على مستوى نفس المصحه باخذ عينات و كذلك على مستوى العيادة الطبية للطبيب المعالج وإن تم إرسال تقرير مفصل إلى الوزارة الوصية والجهات المعنية وبتاريخ 24 تم اخذ قرار غلق المصحه الى غايه مؤقتا وتحفظين الى غايه انتهاء التحقيق ونحن في مواصله التحقيق الميداني وكذلك متابعه صحه المرضى على مستوى النبة الذين نتمنى لهم ان شاء الله الشفاء العاجل وتكون هذه التعقيدات في اخف الضرر